من مدينة الدار البيضاء المغربية، أحييكم وأدعوكم للسفر معي في هذه الجولة لنتمتع جميعا بمشاهدة عالم غريب ومدهش من أروع وأغرب أنواع الصباريات. طبعا كل من يشاهد هذا الفيديو محب وعاشق للنباتات المنزلية، وأعرف أنكم تميزون بين الصباريات والعصاريات، لكن لا بأس أن نذكر، فكلمة صباريات تجمع العصاريات والصبار. الصبار هو كل نبات له شوك، والعصاريات صباريات لكن بدون أشواك. فمثلا التين الشوكي يتميز بوجود شوك، إذن فهو صبار، ولا يمكن أن نسميه نبات عصاري لأن له أشواك. والعصارية التي تشاهدونها الآن تتميز بخاصية تخزين الماء في أوراقها. كما تلاحظون الصباريات عالم غريب ومدهش، أشكال وألوان مصممة بشكل يفوق الوصف والخيال، جمال وسط الأشواك. جمع الصباريات هواية النبلاء والأمراء وأثرياء العالم. تحية من هذا المنبر لرجل مصري يلقب بسيد الصبار في العالم، سخر كل حياته للسفر وجمع أغرب وأندر أنواع الصباريات في العالم. إنه المستشار ثروت بدوي. إذن أصدقائي، بدون إطالة أترككم للاستمتاع بهذا الجمال، ونلتقي في فيديو قادم بحول الله. دمتم بخير، إلى اللقاء.